الحالي. تمام، خلينا نعرف أخبار أكتر عن من سيكون المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني وكل هذه الأمور الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم مع زميلنا وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمد مراد، طبعا ناقدنا الرياضي باليوم السابع. أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ مرحبا بيك كابتن اسلام، وكل سنه وحضرتك طيب، وببارك لك على البرنامج. الله يخليك، متشكر جدا يا استاذ محمد، ربنا يخليك. متاخره شويه، معلش. معلش، مفيش مشكله. اولا يا استاذ محمد، خليني اعرف من حضرتك، وانا عارف ان انت متابع جيد لكل ما يحدث داخل الاتحاد المصري لكره القدم، هل هناك توافق على اختيار مدير فني اجنبي ام مدير فني مصري الاول قبل ما نتكلم في اي اسماء؟ يعني التوافق ده يا كابتن يعني ينطبق اللي انت يبقى عندك مجلس اداره مثلا فيه 11 عضو، فيبقى فيه توافق. نعم. انت عندك لجنه ثلاثيه، وبيديرها مع احترامي للناس اللي موجوده بيديرها شخص واحد هو كابتن احمد مجاهد، او هو المسؤول الاول عن القرار جوه اتحاد الكوره. نعم. فبالتالي مش هيبقى فيه توافق، يعني لو هو رايه خلاص موافق على حد خلاص هو القرار يعتمد. بالنسبه للاسماء كابتن، يعني طبعا حضرتك انت قلت الاسماء، معظم الاسماء المرشحه واتكلمت عليها، يعني لغايه ساعات يعني الاقرب نيلو يعني انجاز ترتيب فني اتحاد الكره هو الاسم الاقرب لغايه دلوقتي، وبعديه شوقي غريب، وبعديه ايهاب كراكي. شوقي، الكابتن شوقي غريب دخل في الموضوع. يعني في بالترتيب كده كابتن، في انجاز لان انت عندك فتره ضيقت، المفروض ان اتحاد الكره كان سمعنا انه بيفاوض ريني فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي، والحقيقه لو اتحاد الكره نجح في المواقف ان هو يتعاقد مع فريق، اعتقد ان هو يبقى تجربه كويسه، ومدير فني كان يعني قائد النادي الاهلي، فيبقى تجربه مميزه جدا. لكن اتحاد الكوره بيمر بازمه ماليه الفتره دي، اتحاد الكوره مش هيتعاقد مع مدرب مع مدير فني اجنبي بسعره يتخطى 120 130 الف دولار شهريا. اتحاد الكوره يعني محتاج مدرب في اسرع وقت، يعني المفروض ان هو يعني النهارده او بكره على اقصى تقدير، خاصه كابتن ان انت عندك ماتشين ليبيا يعني خلاص يوم 9 ويوم 10 لغايه دلوقتي اهو الدقيقه 82 ولا 83 وليبيا كسبانه 1. يعني بص يا كابتن، ماتش يعني ليبيا مش سهله زي ما الناس متوقعه، يعني اللي اتفرج على ماتش ليبيا والجابون لقوا منتخب عنده كوره ومنتخب عنده لعيبه بتلعب كوره، يعني مش منتخب، مش هقول لك المغرب والجزائر وهنقعد نضحك فيه، لكن هو منتخب كويس، وبالمستوى اللي احنا ظهرنا فيه امام الجابون وانجولا كابتن ممكن يكسبك عادي على ارضه، طبعا يعني على ارضه ده ممكن يكسبك، مش هقول لك احنا رايحين نكسب وضامنين نفوز. ايوه بس خلي بالك الكلام اللي احنا سمعناه ان حتى اذا تم تعيين نيلو فنجادا مديرا فنيا فهو هيبقى مدير فني مؤقت لمده مباراتين. بالظبط. المباراتين دول ما هم المباراتين دول هم اصبحوا الاهم، يعني ليبيا لو كسبت النهارده انجولا فخلاص هيبقى اول مجموعه هو هيبقى ليبيا اول مجموعه، والتنافس هيبقى ما بين مصر وليبيا على الصعود الى الادوار الاقصائيه ان شاء الله، او الادوار النهائيه في مارس القادم، وبالتالي المباراتين القادمتين هما المباراتين الاهم. تمام، يعني فنجاده مدير فني مؤقت ده بنسبه 2% هيتطبق. اللي هيحصل يا كابتن ان انت عندك ماتشين في شهر 10 ليبيا، وماتشين في شهر 11 انجولا والجابون، فبالتالي انت كمدير فني انا لو جبت فنجادة وربنا كرمه وكسبت الماتشين اكيد طبعا هيكمل شهر 11، لان انتخابات الاتحاد ده معنى لا ده معنى كده ايه؟ معلش يا محمد، قبل ما نوصل للانتخابات معنى كده ايه؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو هيكمل شهر 11، تمام، يبقى هيكمل شهر 12 مع البطوله العربيه، يبقى هيكمل بطوله امم افريقيا، يبقى هيكمل. انا بقول لك السيناريو اللي هيحصل يا كابتن، المفروض ان اللجنه الثلاثيه مستمره لغايه شهر 12 او نص 12، او الاقرب ان انتخابات اتحاد الكوره تبقى نص 12، وتحديدا بعد كاس بطوله العرب اللي هتخلص يوم 18 ديسمبر. نعم. فبالتالي لو اتحاد الكره الحالي استقر على فنجاده لو كسب ماتشين ليبيا هيكمل ماتشين انجولا والجابون. نعم. بعد السيناريو اللي محطوط ان المغرب الجديد هيجي، لو لقى فنجاده يعني او ايا كانت اسم ده هيجي، مش عايز اقول فنجاده بس يعني فنجاده او كان كابتن شوقي غريب او اي اسم، المغرب الجديد شايف ان المدير الفني الموجود ده ماشي كويس وماشي مع المنتخب بشكل كويس، هيكمل ويكون المنتخب في بطوله افريقيا. لكن طبعا لو انت جبت ايا كان الاسم اللي هيجي في شهر 10 كابتن، لو غلب يعني غلب ليبيا هنا وراح غلب من هناك، فهي نفس الازمه ونفس السيناريو بتاع كابتن حسام بدري، والاداء مش كويس، هيحصل ازمه وهيحصل برضه دروب، لازم مدير فني يمشي، وساعتها بقى نجيب مدير فني اجنبي عالمي ونخش في ازمه جديده.
ده السيناريو المحطوط. لكن مدير فني مؤقت شهرين، ده شهرين مش شهر يعني، مش ماتشين لجا بس يعني، مدير فني لغايه ما يجي مجلس اداره جديد. بس ده متوقف ان فنجاده ربنا يكرمه كده او ايا كان الاسم يعني، مش عايزين نقول ان فنجاده ممكن نشوف بعد فتره يعني شو غريب بدا ينطرح اسم تاني، ان هو عنده كان ظهر بمستوى كويس مع المنتخب الاولمبي وخرج من دور الثمانيه امام البرازيل، وعنده خبره باللاعيبه الموجودين عكس ما تجيب مدرب اجنبي دلوقتي. فهتيجي ماتش ليبيا يقول لك لا ما تحاسبنيش على ماتش ليبيا، ده لسه ماسك من اسبوع او 10 ايام. بالظبط بالظبط، فهتدخل نفسك في ازمه. فالسبب الرئيسي ان انت ترجع للمدربين انت عارفهم اللي هو ديك الوقت يا كابتن، واول وثاني حاجه المقابل المادي، اللي خاصه فنجاده بياخد 30,000 دولار هو يعني حاليا بياخد 30,000 دولار في منصبه كمدير فني لاتحاد الكوره. ومع احترام يعني او الكلام اللي طالع من اتحاد الكوره، ان هو منصب مدير فني لاتحاد الكوره مش منصب يعني طول اليوم شغل او لغايه دلوقتي بصمه فنجاده على الموضوع ده. فهم بداوا يعني، او احمد جاي بدا يفكر ان هو يسند اليوم يبقى منصب مدير فني مؤقت لمنتخب مصر، لو ربنا كرم زي ما قلت لك في اول ماتش ليبيا خلاص هيكمل شهر 11 لو ربنا كرم. طيب الجهاز المعاون لفنجاده او للاسم اللي جاي، هل تم الاستقرار؟ يعني سمعنا انا كابتن ضياء سيد، سمعنا كابتن سامي الشيشيني، وبعدين سمعنا معاهم كابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري. هل تم الاستقرار على بقيه اسماء الجهاز ولا لسه؟ يعني كل ده كابتن متوقف على اسم المدير الفني. لو مدير فني اجنبي يعني اتحاد الكره يعني فنجاده معاه مدرب مساعد، يعني معاه واحد مساعد معاه اصلا موجود حاليا. ايوه. فاكيد هيستعين بيه، فهيتم طبعا استعانه. يعني سمعنا امبارح يعني اكبر مرشحين اعتقد الكابتن سامي الشيني وكابتن ضياء السيد وتردد اسم علي ماهر وكابتن عماد النحاس منصب المدرب العام. نعم. احمد شوقي موجود بقوه. سمعنا عصام الحضري برضه من الاسامي اللي موجوده بقوه جدا ان هو يبقى موجود في منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر، واعتقد ان هو يعني احق بمنصب زي ده دلوقتي. يعني عصام الحضري قدم كتير لمنتخب أيوه. مصر. طيب نفس الامر لو يعني سمعنا امبارح ايهاب جلال، لو هيجي ايهاب جلال نفس المشكله كابتن لو انت فاكر مع ايام ملامه عمرو الجناني، ان هو رفض يمسك المنتخب متمسك بمجموعه العمل اللي بيشتغل معاه دايما. متمسك بوفاه جميع الجهاز الفني. لكن المعلومه اللي عندي لغايه قريب يعني ساعات ان ما فيش حد اتكلم مع ايهاب جلال خالص كابتن، يعني المعلومه اللي عندي ان ما فيش حد اتكلم مع ايهاب جلال. لكن الفكر او الرؤيه كلها رايحه طيب. برضه من الاسامي المرشحه كابتن يعني تركيز جونيات مدير فني بيراميدز، يعني برضه من الاسامي المرشحه خاصه ان مرتبه مش هيبقى عالي قوي. دي برضه من الناس المرشحه ان هو يبقى موجود في من المرشحين لكاس المنتخب، ان هو موجود في مصر بقاله 4 سنين وكان مقاد دجله طيب اخدك لجزء تاني يا مراد لو سمحت. هو بالنسبه لكابتن محمد بركات، امبارح كان هناك اخبار بتقول ان كابتن محمد بركات 50-50، يعني حتى هذه اللحظه لم يتم اقالته او اتقال له سيتم الاستعانه بيك. فمحمد بركات كمدير للمنتخب هل هيكمل ولا مش هيكمل ولا لسه شويه في هذا الموضوع؟ بص هو الخبر طالع توجيه الشكر للجهاز الفني والجهاز الاداري بالكامل، يعني الجهاز الاداري فيهم الكابتن محمد بركات. ممكن يعني بص يا كابتن، يعني هو اتحاد الكوره ماشي بيمشي بالحاجات دي بس حب وكره. يعني احمد مجاهد او الكابتن احمد مجاهد رئيس لجنه ثلاثيه، كلنا كنا عارفين من اول ما جه ان هو الفني غلطه لحسام بدري عشان يمشيه، وحسام البدري عارف حاجه زي كده والجهاز الفني وصلهم معلومه زي كده. وبالفعل يعني اسمان يعني من فتره من قبل معسكر سبتمبر كان في بدا الكلام مع وبدا يوصل للجهاز ان الكابتن احمد مجاهد بيكلم يعني وكلاء مدربين كانوا عشان يبعثوا سيفيهات، وبدا يكلم ان الجهاز هيبقى هو البديل الاول لحسام بدري في حاله رحيله. الكلام ده اثر على الكابتن حسام بدري وعلى الجهاز المعاون، حتى في وقت من الفترات يا كابتن احمد مجاهد طلب من حسام البدري ان هو يمشي طارق مصطفى ويخليه يمسك مدير فني للمنتخبات الناشئين، وطارق مصطفى رفض، وبعدها حسام البدري رفض. يعني قال لك انا يعني ضمن الاسباب يعني كان عايز احمد مجاهد كان عايز ياخد طارق مصطفى من الجهاز المعاون لكابتن حسام البدري ويسند اليه مهم التدريب يعني منتخب احدى منتخبات الناشئين تحديدا منتخب 2006 قبل مؤمن سليمان وبعد ما مؤمن سليمان مش كمان يعني. ايوه. لكن الكابتن حسام يعني ساب الراي الاول والاخير لطارق مصطفى، طارق مصطفى رفض، انا فعلا مع المنتخب الاول وده يعني كان برضه من ضمن الاسباب
اللي كانت عامله ازمه انها فحتى هذه اللحظه لم يتم الاتفاق على البركات، هيكمل مش هيكمل؟ لا لغايه دلوقتي لا، ما فيش حاجه رسميه بقى يعني. حتى سمعنا عماد متعب من الاسامي المرشحه انه يبقى موجود في المنتخب يعني، سمعنا وائل جمعه برضه من الاسامي المرشحه ان هو يبقى موجود مدير منتخب. فاعتقد ان يعني بقاء او رحيل بركات يعني بتحدد يعني بنسبه 100% لسه ما تحددش كابتن يعني، ممكن الاستعانه فيها عادي ما فيش اي عيال. امتى هنعرف؟ يعني يعني احنا دلوقتي النهارده تاني يوم او تالت يوم، انا عارف ان الموضوع صعب ولا يكون في عون الناس وكل حاجه، ولكن يجب ان يكون هناك مدير فني للمنتخب علشان يبتدي يرتب للمرحله القادمه الصعبه جدا، سواء من ناحيه الدوري المحلي او من ناحيه الكاس اللي هيتلعب خلال الفتره القادمه في شهر سبتمبر واكتوبر، او حتى في المباريات القادمه بالنسبه للمنتخب الوطني. امتى سيتم الاعلام من وجهه نظرك؟ يعني هو كابتن بالنسبه 90% هيتم الاعلان بكره على يعني المدير الفني، يعني بكره او بعده بكتير قوي هيكون تم الاعلان رسميا عن المدير الفني لمنتخب مصر وعن الجهاز الفني بالكامل، خاصه ان يعني هو ان خلاص فاضل اقل من اسبوعين على ماتشين ليبيا، فبالتالي يعني لازم يبقى في اسراع في الاجراءات. فاعتقد ده ملصح كابتن ان ذاك الوقت والمفاوضات والحاجات دي كلها والازمات دي كلها بتقرب لك يبقى الاسامي اللي انا قلت حضرتك عليها في الاول، يعني في جازة او شوقي غريب او ايهاب جلال او حسام حسن. المعلومه اللي عندي ان الوزير عرضه على احمد مجاهد في جلسه واحمد مجاهد رفض اسم حسام حسن، يعني المعلومه اللي عندي ان احمد مجاهد تحفظ على اسم حسام حسن ان هو يتولى مسؤوليه منتخب مصر في الفتره دي. فكل المؤشرات يعني بتتجه ناحيه يعني في جازة رقم واحد او شوقي غريب رقم اثنين او ايهاب جلال كبديل ثالث في حاله ان ما فيش كل ده كابتن. لو ما فيش اسم اجنبي رد يعني من فايلر اقوى المرشحين يعني فايلر من الاسامي المرشحه وصفات المرشحات، لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه وما فيش كلام رسمي. طب معلش اخر يعني بكره او بعده اخر سؤال عايز اسالك في نقطه بعيدا عن المنتخب، هو الاتحاد المصري او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد المصري وهي بتضع التوقيتات، ما بيبقاش عند اللي بيضع التوقيتات للمباريات القادمه زي مباريات الكاس مثلا ان هي هتتلعب يوم او النهائي نهائي الكاس هيتلعب يوم 19. طيب هل ما كانش عنده ورقه ان البطوله الافريقيه او دوري ابطال افريقيا في مباريات هتتلعب يوم 15 و16 و17 ايا من هذه الايام؟ طيب لو على افتراض ان النادي الاهلي مثلا اللي هيلعب في البطوله الافريقيه وصل للمباراه النهائيه يوم 19 زي ما هو محدد في الاتحاد المصري ولعب المباراه الاولى يوم 17 هيعمل ايه؟ تمام والله يا كابتن انا هرد عليك يعني رد سريع. اتحاد الكره قبل كده او مرتين او ثلاثه نزل الجدول وبيعدلوا بعدها بساعه. طب وبعدين يا مراد يعني ده كلام يعني ده كلام بقول لك يعني ما هو انا الكره بينزل الجدول وما ده الحاجات اللي بتضايقك كابتن يعني احترام انت كاتحاد كوره. المشكله كابتن بص انا مش بنتقد انا مش بهاجم احمد مجاهد وما بنتقدش احمد مجاهد بس ما فيش لا بس ده موقف يدعو. انا لسه على فكره انا لسه مسقف لهم على موضوع الرابطه وقايل هايل وحاجه جميله جدا وحاجه كويسه جدا، لكن في نفس الوقت واحنا طب بمناسبه الرابطه انا يعني الرابطه هتفعل انا براهنك من دلوقتي ان الرابطه زي كل موسم رابطة ويعمل انتخابات وبتاع وبعد لما تنجح والرابطه تتعمل ويبقى لها رئيس. لا بص ساعتها لا ساعتها نبقى نتكلم في اللي بعد كده، ولكن ان احنا نصل ان احنا نعمل انتخابات ويتم تحديد الانتخابات وتتعمل ان شاء الله يوم 19 ده شيء جيد. ما شيء جيد يا كابتن ما هي اتعملت قبل كده خلي بالك، بس ساعتها دي بيقول لك ايه؟ ده قرارات اللجنه قرارات رابطه الانديه توصيات مش قرارات رسميه يعني احنا بتظل تصويات الاول والاخير برضه في اتحاد الكوره هترجع لنفس الازمه اللي هو الجديد ولا الفرخه قبل الفم. فانا يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه يا مراد ان شاء الله. وانا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات الاستاذ محمد مراد طبعا القدر الرياضي الكبير باليوم السابع. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا